السوداني يصل دياله وسط إجراءات أمنية مشددة. السوداني يمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في دياله. رئيس الوزراء يتخذ 4 قرارات هامة لإنهاء العنف في دياله. لجنة نيابية تؤشر النقاط الخلافية على قانون الانتخابات وتقدم مسودة جديدة. النزاهة تؤكد أهمية الإعلام في رصد الفساد ومكافحته. العتبة الحسينية تعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان. وأخيرا سرقة القرن قائمة بأسماء المسؤولين السابقين المطلوبين وتفاصيل جديدة عن نور زهير. أعزائي المتابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم نشرة الأخبار من قناة بغداد لهذا اليوم الأربعاء الموافق 8 آذار للعام 2023. الرجاء دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس والمشاركة، وإليكم تفاصيل الأخبار. السوداني يصل دياله وسط إجراءات أمنية مشددة. وصل القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء إلى محافظة ديالة وسط إجراءات أمنية مشددة. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان له أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وصل إلى محافظة ديالة على رأس وفد عسكري وخدمي حكومي. وفي وقت سابق من اليوم كشف القيادة في الإطار التنسيقي تركي العتبي عن زيارة متوقعة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى محافظة ديالة. وقال العتبي أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور ديالة ظهر اليوم ويعقد لقاءات موسعة مع القيادات الأمنية والحكومية والعشائرية لبحث 6 ملفات هامة أبرزها الأمن وتداعيات الهجمات الأخيرة وسبل تعزيز الاستقرار. وأضاف أن الزيارة هي الأولى للسوداني بعد تسلمه منصب رئاسة الوزراء، مؤكدا أن قرارات مهمة ستصدر عقب زيارته التي ينظر إليها بأنها ستكون مهمة من ناحية طبيعة التحديات الراهنة في ديالة. وخبرنا التالي، السوداني يمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في ديالة. وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محافظة ديالة، فيما أمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في المحافظة. وذكر المكتب الإعلامي السوداني في بيان له أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس اجتماعا أمنيا للقيادات الأمنية في محافظة ديالة التي وصلها ظهر اليوم الأربعاء على رأس وفد عسكري وخدمي حكومي. وأضاف أن السوداني استمع إلى إيجاز عن أحوال المحافظة وجهود القوات الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في عموم أغضيتها ونواحيها، مبينا أن الاجتماع شهد مناقشة الخروقات الأمنية المتكررة التي يشهدها عدد من مناطق المحافظة وآليات معالجتها. ووجه القائد العام للقوات المسلحة بحسب البيان بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محافظة ديالة، كما أمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة. وتفاصيل خبرنا التالي أعزائي المتابعين عن رئيس الوزراء، إذ يتخذ 4 قرارات هامة لإنهاء العنف في ديالة. أفاد مصدر حكومي اليوم الأربعاء بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باتخاذ 4 قرارات هامة لإنهاء العنف والخروقات الأمنية في محافظة ديالة. وقال المصدر أن السوداني أكد خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية في ديالة على أن العدالة ستنال من كل من تورط بدماء الأبرياء في ديالة والقانون فوق الجميع، ولا تهاون في اعتقال المطلوبين، بالإضافة إلى أن المحافظة لن تعود إلى مرحلة العنف وعشائرها موحدة والإرهاب والعصابات عدو للجميع. وأضاف أن رئيس الوزراء شدد على ملاحقة فلول الإرهاب لتحقيق الإنجازات الأمنية المهمة في المحافظة. وقال السوداني بحسب المصدر إن كل قطرة دم في ديالة خسارة لكل العراقيين، ووجهنا بمضاعفة الجهد الاستخباري لكشف الجنات في الجرائم التي حصلت مؤخرا وتقديمهم للعدالة. ووصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ظهر اليوم إلى محافظة ديالة عبر مروحية عسكرية. وتفاصيل خبرنا التالي، لجنة نيابية تؤشر النقاط الخلافية على قانون الانتخابات وتقدم مسودة جديدة. أشرت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي اليوم الأربعاء النقاط الخلافية في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأغضية المعدل
فيما أكدت عزمها تقديم مسودة جديدة لرئاسة المجلس للتصويت عليها في الجلسات القادمة. وقال عضو اللجنة شيروان الدبرداني أن لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية اجتمعت مع اللجنة القانونية بحضور رؤساء الكتل السياسية لمناقشة المواد والفقرات والملاحظات التي قدمت على قانون انتخابات مجالس المحافظات. وأضاف الدبرداني أن حوالي 95% من مواد القانون اكتملت، وتم الاتفاق على إلغاء انتخابات الخارج، إلا أن هناك ملاحظات من قبل المستقلين، وتم تأجيل حسم نظام سانت ليغو ومقاعد الكوتا، وسيتم تقديم مسودة القانون إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت بعد حسم النقاط الخلافية على القانون. وخبرنا التالي أعزائي المتابعين عن النزاهة، حيث تؤكد أهمية الإعلام في رصد الفساد ومكافحته. أكدت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم أهمية وسائل الإعلام في رصد القضايا العامة بمؤسسات الدولة، لا سيما القضايا المتعلقة بجهود الأجهزة الرقابية في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. وذكر بيان للنزاهة أن رئيس الهيئة حيدر حنون التقى نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وأكد أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام كافة في محاربة آفة الفساد والتثقيف بخطورتها على مؤسسات الدولة والمجتمع. وأشار حنون بحسب البيان إلى أن تقديم بعض الإعلاميين ووسائل الإعلام من تقارير وتحقيقات استقصائية يسهم في تأشير الخلل في بعض مفاصل الدولة والإسهام في إيجاد المعالجات. ومن جانبه ثمن نقيب الصحفيين دور هيئة النزاهة الاتحادية وجهود ملاكاتها في تتبع ظواهر الفساد وملاحقة من تجاوز على المال العام وتسبب في الأضرار بمصالح الجهات التي يعملون فيها. ونتابع معكم أيضا أعزائي المتابعين، العتبة الحسينية تعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان. أعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية اليوم الأربعاء نجاح خططها الأمنية والتنظيمية والخدمية الخاصة بإحياء مراسيم زيارة النصف من شعبان التي شهدت توافدا مليونيا للزائرين من داخل وخارج العراق. وقال الأمين العام للعتبة حسن رشيد العبايتي في بيان له أن التعاضد مع الجهاد الحكومية ذات العلاقة وأقسام العتبة الحسينية الأمنية والخدمية والصحية والتنظيمية ساهم بشكل كبير بإنجاح مراسيم الزيارة واستقبال التوافد المليوني للزائرين وإتمام الزيارة بانسيابية عالية دون تسجيل أي خرق. وأضاف العبايتي بحسب البيان أن العتبة الحسينية شهدت استعدادات مكثفة لخططها الأمنية والخدمية قبيل حلول زيارة النصف من شعبان، فضلا عن وضع خطط بديلة لمواجهة أي طارئ، إلى جانب وضع خطط واتخاذ تدابير احترازية لمواجهة الشائعات في حال إطلاقها. وتفاصيل خبرنا الأخير أعزائي المتابعين الكرام عن سرقة القرن، إذ قائمة بأسماء المسؤولين السابقين المطلوبين وتفاصيل جديدة عن نور زهير. كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني اليوم الأربعاء أن قسما من المسؤولين في الحكومة السابقة كانوا أداة في تنفيذ وتسهيل سرقة الأمانات الضريبية وساعدوا في تهريب المال المسروق إلى خارج البلاد. وذكر الموقع في تقرير له بعد اطلاعه حصريا على مادة لجنة التحقيق البرلمانية في تقصي ملابسات سرقة 2.5 مليار دولار من حساب مصرف حكومي، أن مذكرات قبض صدرت يوم الجمعة بحق 4 أشخاص شغلوا مناصب رفيعة في الحكومة السابقة. ونقل التقرير عن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي القول أن التحقيق يفتقر إلى الحدود المقبولة من الحيادية، ويشير إلى نهج سياسي واضح في استهداف وإنهاء أي شخص مرتبط أو يعمل مع الحكومة السابقة. وتابع التقرير أن الكاظمي ذكر أن عملية التحقيق باستهداف بعض الأشخاص بنية التغطية على المجرمين الفعليين. متابعينا الأكارم، حتى لا تفوتكم الأخبار من قناة بغداد، لا تنسوا الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس، وألقاكم على خير في القريب العاجل، وأتمنى السلامة لكم، وانتظرونا خلال الساعة المقبلة، ودمتم في رعاية الله.